لساتك قلقانة مشان البرج؟ عادي. ضروري نعطيهم برج نانديني؟ ما منقدر إنه نرفض؟ ما بيصير، هنن طلبوه لازم نعطيهم إياه. هنن إذا سألونا من جديد منقلن ما منعرف، بياخدوه من تاريخ الولادة. طيب شو الحل؟ مسكينة هالبنت، ما عم أفهم ليش عطول المشاكل بتوقف بطريقة. ليش يا ربي دخيلك لما بتوصل اللقمة للتم بيجي مين بياخدها؟ بلافي، خلصنا خلصنا، اهدي شوي، كل شي بيتصلح. صدقيني إنها رح تكون سعيدة بحياتها. أنا خايفة على مستقبلها كتير. خلاص حبيبتي خلاص، رح نلاقي حل مناسب ونطلع من هالورطة. أنا مسؤول عنكن، ونانديني جزء من مسؤولياتي. عم قلك لا تاكلي هم.